على الرغم من جائحة كورونا وظروفها الاستثنائية، حقق صندوق الأجيال أداء استثنائيا بنمو بلغ 33%، واحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد صندوقين النرويج والصين من حيث حجم الأصول. استثمارات هي عم استثمار في هذه الأسواق قدرت أن تنموها النمو الهائل، بالإضافة إلى أن هناك إدارة جيدة، إدارة حصيفة في الهيئة الاستثمار، إدارة كويتية، خصوصا إذا نظرنا إلى الهيئة الاستثمار كهيئة استطاعت أن تستثمر في الطاقة البشرية الكويتية خلال الأعوام الماضية منذ إنشاء الهيئة. تقريبا في كل عام تستثمر الهيئة الاستثمار في برامج تدريب لخريجين الخريجين الكويتيين من الجامعات، وهذا مع مؤسسات عالمية. دولة الكويت من خلال هذا الإنجاز تفخر بمؤسساتها التي تبرهن دائما قدرتها على تخطي الأزمات كأزمة كوفيد-19، وكذلك على تنفيذ الاستراتيجيات. طبعا التحديات كثيرة جدا، في هناك تحديات يعني نتكلم عنها سياسية، وفي تحديات أيضا اقتصادية. من ناحية التحديات السياسية، المفروض أن دائما نعطي يعني مؤسسات الدولة الاستقلالية للعمل. أيضا بالنسبة للتحديات الاقتصادية، إذا كانت هناك يعني طاقات لديها المؤهلات ولديها الخبرات تستطيع أن تتغلب على هذه التحديات الاقتصادية عن طريق تنويع الاستثمار. متى ما كانت المؤسسات لديها استقلالية، متى ما كانت المؤسسات تستثمر بالطاقات البشرية الكويتية، متى ما أعطيت هذه القيادات يعني الحرية والدعم، تستطيع تحقيق الإنجازات. لذلك يعني يجب أن ننظر إلى أن نطبق هذا الإنجاز على باقي مؤسسات الدولة، وأهم ما يكون فيها هو استثمار في الطاقة البشرية الكويتية. إنجاز يفتح باب التفاؤل واسعا أمام المؤسسات الكويتية للمضي قدما في استراتيجياتها وللاستفادة من الخبرات الوطنية والطاقات الشابة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.